أنا وعم سجل فيديو ما كنت منتبه إن في صوت غزال، فشلون بدي أقنعكم إنه هاد صوت غزال وليس صوت آخر؟ شوفوا الفيديو بعدين بتعرفوا. سلام. عبد عبد. نعم. فاضي سألك سؤال؟ شوي صغيرة قليلي. إذا الاثنين بالبيت كانوا بيشتغلوا الزوجين مع بعض، شو الشتوية كلاسة لازم تكون؟ 3-5 ولا 4-4؟ هلا هو من حيث القانون هن فوراً أوتوماتيكياً بياخذوا 4-4. شو الفرق بينه وبين 3-5؟ 3-5 واحد منهم بيدفع أكثر من الثاني ضريبة. وبهي الحالة لما هن يعملوا الشترك ركليغون دائما بتقول فينانس امت 85% رح يطلع عليهم نخت صالون، لانه في واحد دافع منه رقم كتير قليل اللي هو مشتري. اما لما بيكونوا الاثنين 4-4 مشتري كلاس 4 ومشتري كلاس 4 فهن بيدفعوا اكثر ضريبه، هي تعامل معامله الواحد اللي مشتري كلاس الطبيعيه، بس بيكون هن عم يدفعوا اكثر في حال عملوا مشتري كليغون. بهي الحاله كتير وارد انه هن اذا عندهم مصاريف عاليه انه يرجع لهم من لون مشتري اللي هن دافعينه. بالاضافه الى 4-4 مو ملزم انه هو يساوي مشتري كليغون بنهايه السنه. اما 3-5 اذا هن الاثنين عم يشتغلوا، هي اهم فكره، هن الاثنين عم يشتغلوا لازم يساووا اشتراك كليون فقط. لا تمام، فهمت عليك، شكرا. سلام.